السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم انا عندنا هاد لا ماشين وكارينا راهي كيما كامل لي ماشين الكحل. واليوم تاني راهي نقطع الخيط وراني درت بليزير فيديو على جال تقطع نتاع الخيط نتاع هاد لي ماشين الكحل. وتبعوني راهم يجوني بزاف فهاد المشكل نتاع تقطع نتاع الخيط. هادي راني قلت لكم كي تشوفوا لا ماشين تاعكم تقطع هكذا الخيط توجور تفقدوا هنايا البلاصه هادي راني غادي نوريكم تحلو كيما هكذا. هادو راهم حاجه سهله باش تقلعوهم ميم طون الكروشي ومن بعد تحلو هاد لي دو فيس هنايا. راهي طريقه سهله تنجموا ديروها بوحدكم. فوالا من بعد ما نقلعوا هادي توجور تفقدوا هنايا تكون توجور هنا مضروبه بالابره كما راهي هنايا. من بعد كي يكون عندي هنا مضروبه بالابره تحلوا هاد لي زوج تاع لي فيس هنا. هذه حاجه سهله فوالا. كان لي فيس صغيرين لازم تحتفظوا بهم كما راكم تشوفوا هنايا فوالا. غادي دروك نوريكم هادي دي فوا نضرب هنايا فوالا. وهذا اللي يخرج هنايا هو اللي يسبب في انقطاع الخيط. الخيط يولي يحصل هنا ويتقطع. راني داير بليزير فيديو ونزيد نعاود لكم بزاف اللي ما شافش باش يعرف لا ماشين نتاعو علاش تقعد توجور تقطع الخيط. هذا هو السبب ويكون بزاف. وديجا راه جاوني لي ماشين مع السبه هذه نتاع تقطع الخيط من لهنا. دونك هنا كيفاش ديروا؟ هذه حاجه سهله. ديروها كيما هكذا على واحد عديده وتضربوها بالمارطو كيما هكذا تولي بلا كيما غادي ندير انا فوالا. من بعد ما ضربت بالمارطو دونك هنا هذاك البوان هو يروح هنا ما يوليش يحكم الخيط. فالحاله تردوا ها لبلاصتها كيما هكذا وتجور هذه ما ديروهاش في هذا الاتجاه. غادي على ماشين ما تخيط لكمش لازم ديروها كيما هكذا فوالا. هذا يجي الى الخارج وين دير هنا الكروشي. هذه تجي مره لازم تكون بهذه الطريقه لازم تعرفوا ما ديروهاش الونفير فوالا. دي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها فوالا. هذه انا ندير لي فيس فوالا كما راكم تشوفوا راني درتها درت البراغي تاعي فوالا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها فوالا. من بعد نحطوها في بلاصتها كيما هكذا توجور هادي نجي لهاد الاتجاه فوالا كيما راكم تشوفوا. هادي طريقة سهلة باش تفقدوا لاماشين نتاعكم. ما ديوهاش للإصلاح لازم غير نتوما تخدموها وراهي حاجة سهلة. من بعد تزيرو البراغي هادو فوالا. من بعد ما تردوها ديرو الكروشي نتاعكم نتاع لاماشين. عندي طريقة راهي سهلة كما راكم تشوفوا فوالا. من بعد نزيدو فوالا نبلو عليهم بهاد كما هكدا فوالا. ونديرو لابورت كانت نتاعنا بهاد الطريقة فوالا. هادي الطريقة كيفاش لاماشين كي تكون تقطعلكم الخيط ولا البلاكات تاعكم تكون هكذا. لازم تعرفوا هاد الحوايج واللي يتبع لي فيديو راه يتعلم كيفاش يصلح هاد لي ماشين اكودر. دونك هنا تاع البلاكات تلعب دور في التقطيع نتاع الخيط. راكم تشوفوا فيها توجد تفقدوا البلاكات نتاعكم. نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.